الهالات السوداء تحت العين وش أسبابها وكيف نتخلص منها؟ أول سبب اللي هي الشمس، لأن هذه المنطقة مرة رقيقة وكثير بتتأثر بالشمس، والحل إنك تستخدمي واقي الشمس حول منطقة العين، وكمان تستخدمي نظارة شمسية، ولازم تتأكدي إن النظارة تحمي من الشمس 100%. كمان قلة النوم تسبب هالات سوداء، والحل انكم تناموا اقل شيء 7 ساعات باليوم. الهالات السوداء الوراثية سواء كان من طرف الام او من طرف الاب، طبعا هذه ما لها حل، راح تبقى فيكم مهما نمتوا كويس ومهما اعتنيتوا. وكمان تجي مع تقدم العمر وكثرة التدخين وكثرة اكل الملح، او مع جفاف المنطقة، وحلها انك ترطب المنطقة يوميا. تيجي كمان اللي عندها حساسية سواء كان من الجو أو من القطط، وحلها إنك تراجعي دكتور يكتب لك دواء الحساسية، لأنها راح تسبب لك حكة، وكثرة حك المنطقة راح تسبب لك سواد. أهم الأشياء اللي لازم تستخدموها بالعناية بمنطقة العين سواء كانوا كريمات أو سيروم، إنها تحتوي على فيتامين سي لأنه يفتح البشرة، والأزلك أسد لأنه يعالج أضرار الشمس، والكافيين لأنه ينشط الدورة الدموية ويخفف من انتفاخات العين.